بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كلمنا ده اهي، شوف بقى دي عامله ازاي يا عم مصطفى. فاللي عنده بهايم لازم ايه يهتم بيها ويقلم اول باول وما يسيبهاش كده، لان احنا مطلعين منها حاجات وحشه جوه، وكانت عامله سوس وعامله قرف. دي كانت اطول من دي، فما شاء الله احنا ظبطناها خالص اهو وعملناها من تحت. ولو فينا حد يصور كنت هوريك الدنيا ماشيه ازاي، معموله من تحت برضو كده. قطع الارض اهو، شغل عجله برضو كده ما شاء الله. هنعمل التانية برضو كده. بص على النبي، خلصنا وري لي التانية اتعملت ايه، من تحت ومن فوق برضو. ايوه ضمهم لبعض بقى ارتاح كده. سبحان الله، الورة اتعملت برضه كده.